حقيقة بين الحرمين عندما كنا نتجول مع الأخ أبو رائد، طبعا كثير من الناس شايفيننا على الفضائية ويعرفوننا، ولكن احنا ما نعرفهم حقيقة أنه، ويسألوننا كثيرا عن، أولا يسألون عن النهج البرائي وشلون أنتم عايشين في الغرب وكذا، تعرفون يعني بعض المسائل اللي دخل بها. ومن ضمن هذه المسائل سبحان الله أنه كثير من الأخوة يفتحون موضوع الوائلي وغير الوائلي، ومبين طبعا كثير من المواقف. الحجي أبو رائد جزاه الله خير أنه حتى يوم أتذكر من الأيام أنه التمت الناس، وبصراحة أنا خفت عليه لأنه الموقف هناك ما يحسد عليه يعني. وكما تعلمون أنه الجهر بالبراءة خاصة في بين الحرمين أو في داخل العتبة الحسينية أو العباسية، هذا فد خط أحمر يعني، واحد لا يمكن أنه يجهر بالبراءة. وكما قلت في بداية الحلقة هذه أنه كاتبين الشهيدة الصديقة فاطمة الزهراء المكسور ضلعها، ولكن عندما تسأل من كسر ضلعها يقول لك نحن في زمن التقية. وهذا اللي تعرضت له أنا شخصيا عندما التقيت في السيد محمد، وهذه المدرسي محمد تقي المدرسي نعم. هو اسمه. فبصراحة أنا دخلت له من باب أنه سيدنا أنا جاي من لندن وطلبوا مني أن أعمل مع قناة فدك وصوت العترة. هو رأسا الرجل سلم علي ولزمني من إيدي وظلينا نمشي أنا وياه يعني. هو كان ناس تجي تسأله بس يجاوب على السريع، فقال لي ليس أتذكر هاي إذني ما أسمع بها، تعال دور منا. وكانوا الحماية أو ما أعتقد هم ذولي أولاده أو حمايته، فداير ما داير فلزمني هو، فظلينا نمشي مسافة تقريبا سيدنا للباب مال الإمام سلام الله عليه. فقال لي نحن في زمن تقية، واللي قاعد يصير في لندن هذا شو اسمه شيء يعني قاعد نعاقب عليه ونقتل. قلت له سيدنا بصراحة يعني احنا يعني قال لك هذا زمن التقية؟ نعم نعم قال لي هذا الزمن التقية. ورديت عليه انا قلت له 1400 سنة إلى متى يبقى هذا الزمن؟ نعم احنا 1400 سنة نقتل يعني ما وقف القتل فينا. نعم إذا أين التقية؟ وقلت له حقيقة سيدنا متى زمن التقية؟ قال لي عند ظهور الإمام. متى تزال التقية؟ يقول لك عند ظهور الإمام. عند ظهور الإمام. لا لا حقيقة ظلينا بعد الكلام وقال هذا ما يجوز ومرجع يعني ومجتهد وغير. بس اللي فت نظري أنه في نهاية اللقاء ولو كان لقاء سريع أنه قلت له شكرا سيدنا والله يطول عمرك، قال لي سلمنا على الشيخ ياسر الحبيب. يعني فتشي بصراحة أول مرة يعني قال لا ما يجوز وهذا زمن تقية وكذا، بعدين لأنه سلمنا على الوقت ضيق والفقرة ضيقة فمعذرة. بيلي سيدنا جزاكم الله ألف خير حتى ما تفوت هذه السالفة بالذات، عندي عليها ولو دقيقتين أخذ من وقتكم الثمين. سيدنا الحاج أبو رضا، سادة المشاهدين الكرام، سمعت أنه ملتقي في كربلاء المقدسة، وعلى ما أتذكر قبل 3 ليالي جمعة، ليلة الجمعة مو هذا الراحة القبلها الله. نعم التقى بي عند الصحن الحسيني المقدس الشريف وسلام الله على الحسين، فسأله هذا السؤال الحاج أبو رضا وأجابه هذا الجواب سيد محمد تقي المدرسي. طبعا يعرفني الرجل معرفة شخصية، كنت أنا لسنوات عديدة أعمل مع منظمة العمل الإسلامي اللي هو يترأسها والمرشد الروحي مالها. نعم وأنا كنت مدير مكتب العلاقات في أربيل وفي سوريا وفي طهران. نعم اشتغلنا كثيرا وفي نقد الإيرانية. نعم هذه أيام النظام الصدامي البائد. طيب أقول له للسيد محمد تقي المدرسي اللي قال له للحاج أبو رضا، حتى أختصر جدا أقول له، لأن للأسف ما كنت ويا الحاج بالزيارة، لأن أنا
اتاخر اروح تالي وقت للزياره حتى شويه ينفض الحرم والزحمه الحاج يروح اوكت بصراحه. فكنت اتمنى اني موجود حتى اجاوب نعم وجها لوجه، ولكن سيسمع جوابي على الهواء مباشره وراح ينقلوا لي يا سيد محمد تقي لماذا لم تتقي ولم تعمل بالتقيه مع صدام المجرم. وقد أنا أقدر أقول لك اللي تقول يقتل بسبب عدم التقية تجهرون بالبراءة من أبي بكر وعمر ونقتل ويقتل الأبرياء، أقول له ليش ما سويت تقية واللي بسبب منهجيتك برفع بسبب منظمة العمل نهج نهج الكفاح المسلح ضد النظام الصدامي أعدم أخوتي وابن أخوي اللي عمره 3 سنين وأختي وزوجة أخي وأولاد عمي الاثنين ونسابتي يعني 10 معدومين 10 معدومين من بيت واحد. وسبب احنا عملنا نعم وكان منهجيتنا واضحة، احنا من مقلدي سماحة السيد المرجع الراحل الشيرازي، واللي المنهجية الثانية انتمائنا لمنظمة العمل الإسلامي ورفعنا شعار الجهاد اللي انت واحد من شعاراتك يا سيد محمد تقي المدرسي شعاراتك انا بايدي كنا نلزقهن نعم اللي تقول فيها نظام يقتل المسلم أو يقتل الشخص لمجرد انتمائه لحركة إسلامية لا يجابه أو لا يقابل إلا بالسلاح. هذا قولك يا سيد محمد أين التقية إذا؟ طيب ما سويت تقية وراح الدماء أنت تتحملها برقبتك باكر يوم القيامة. ليش هنا ماكو تقية؟ لأنه ضد صدام ونطمع بالسيادة والقيادة وحكم العراق. ليش يم مولاتنا الزهراء وضلع الزهراء ودماء الزهراء والشهيد المحسن السقط المحسن الشهيد أكو تقية؟ ليش يم الزهراء لما توصل والمجرمين أبو بكر وعمر توصل تقية؟ لما إلى مصالحنا الدنيوية والكرسي والسيادة والقيادة ماكو تقية وعلى دماء الآخرين. فضل سيدي. أجدت والله. شكرا جزيلا يا حجي مراد وعبد الله. أحسنت على هذه الكلمة الرائعة التي خرجت من القلب وما يخرج من القلب يدخل إلى القلب. الله يرحم الجميع. سلم. الله يرحم. قول صادق وفيه حق لنصرة الزرع عليه السلام فتجازيه الزرع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التقية هي رخصة لا عزيمة، ومعنى الرخصة لا عزيمة أن للفرد أن يعمل بها أو أن لا يعمل بها، هي رخصة له. معنى العزيمة كالصلاة أنها واجبة عليه، فهنا التقية رخصة لا عزيمة، هي حالها حال الأكل الاضطراري عندما أنت في صحراء وتجد ميتة، فهنا رخصة لا عزيمة. ليس عليك واجب أن تأكل هذه، ولكنه إن وقعت على الهلاك ف جاز لك أن تأكل من هذه الميتة حتى فقط تأكل المقدار منها للحياة. فهنا هذه التقية هي رخصة لا عزيمة، فليس واجب أن تعمل بالتقية، تستطيع لا تعمل بها. أيضا إذا أنا أتقي وأنت تتقي وذاك يتقي، إذا ضاع حق الله وحق رسوله وضاع دماء الزهراء وضاع دماء الحسين عليه السلام وضاعت دماء الشهداء ضاعت دماء من ضحى لهذا الدين. لماذا؟ لأنه لا أحد يعلم، أنا أخفي وأنت تخفي وذاك يخفي، فمن الذي يعلم الناس؟ الآن لو تلاحظون أن جل الخطباء المراجع العلماء المبلغين القليل منهم الذي يجهر بالبراءة ويذكر الأسماء. الآن نعلم على هذه السنوات التي نحن عشناها، مر علينا في العراق من سنة 2003 إلى 2006، يعني إذا أقول نهر من الدماء فلم أكن يعني أبشع القتل مر علينا والله على الهوية. هذه تسمى كان عندنا مثلث الموت اللطيفية والمحمودية وعد شنو الثالثة ثلاثة مثلث الموت هو مولانا اللطيفية والرمادي والفلوجة، هذا المثلث. أحسنت، هم قالوا باللطيفية والمحمودية. اللطيفية كان اللي يتعدى، كان اللي عنده هوية بها اسم علي يقطع رأسه. هنا السؤال إلى هذا السيد وإلى غيره وإلى كل من يسمع صوت العترة، صوت الحق، صوت محمد عليه السلام، كانت على أوج ما يسمى بالقتل على الهوية، وكانت دماء والله أنهار من الدماء.
كانت الناس تقتل فيها بالجملة، التفجير وقطع الرؤوس والقتل وغير ذلك، ولم تكن هناك فضائية تسمى فدك أو صوت الأترى عليهم السلام. إذن هذه الفترة برقبة من؟ أنا أقول برقبة من؟ هذا السؤال إلى الكل، برقبة أبي بكر وعمر، لأن هؤلاء يقتلون لأجل أبي بكر وعمر، للنصرة لهم، للدفاع عن دينهم، دينهم الوهابي وداعش وغير ذلك، كانت مجاميع كلها من البكرية. نعم سيدي. يعني هذا أبو مصعب الزرقاوي لما دخل وأتى إلينا، دخل بماذا؟ دخل باسم أبو بكر وعمر، وأنه يريد أن يقتل الشيعة لأنهم كفار، لأنهم يقولون يا علي، حرق الناس أحياء. أحسنت. لماذا؟ نعم. لأنهم يقولون يا علي ويا حسين. إذن ما العلاقة، تجهر أو ما تجهر؟ يوجد لك ألف حجة ودليل وعذر على قتلك. دمك مهدور، دمك مهدور، والله مهدور، لأنك تقول يا علي فقط، لأنك أنت توالي علي عليه السلام. فإذا أنت تريد أن تتقي لا توالي علي عليه السلام، واخرج من هذا الدين، فليس الدين بحاجة إليك. الدين ليس بحاجة إلى الجبناء، الدين بحاجة إلى الرجال، إلى الأقوياء الشجعاء الذين ينذرون أنفسهم لنصرة هذا الدين، لأن الله عز وجل سينصر هذا الدين بك أو بغيرك.